هذا وكشفت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة، كشفت عن تغيير موعد الجرعة الثانية للقاح كوفيشيلد المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع. وقالت الدكتورة الهاجري إن الجدولة الجديدة التي تم اعتمادها جاءت بعد مراجعة مطولة بشأن الدلائل المتعلقة باستخدام اللقاح، وبعد اجتماعات وتدارس بين الأعضاء الذين قرروا تغيير موعد الجرعة الثانية، وذلك تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وما بينته النتائج من استفادة الأشخاص عند أخذ الجرعة الثانية بعد 8 أسابيع بزيادة نسبة فعالية اللقاح وتكوين استجابة مناعية أكبر.